السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو. في فيديو اليوم إن شاء الله سأشرح لكم طريقة تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية. لكي لا أطيل عليكم في الموضوع ندخل مباشرة. ففي اللغة العربية لدينا أكل أحمد التفاحة، أكل فعل، أحمد فاعل، والتفاحة مفعول به. لكن في اللغة الإنجليزية نقوم بقلب الفاعل والفعل، نقول أحمد أكل التفاحة، نقول كالتالي أحمد eats an apple، لا نقول eats أحمد an apple، لا نقول هكذا، وإنما نقول أحمد eats an apple، لأن لو قلنا مثلا eats أحمد an apple ستكون ليس لديها أي معنى، doesn't make sense. أوكي، في اللغة العربية نقول أكل أحمد التفاح، أكل فعل، أحمد فاعل ثم مفعول به. في اللغة الإنجليزية نقول فاعل فعل ثم مفعول به، subject verb and object. I'm talking about the simple sentence. أنا أتحدث عن الجملة البسيطة، لا أتحدث عن compound sentence, complex sentence إلى آخره. فأنتم في البداية لا تهتموا لهذه الأشياء compound, complex. فإذا استطعت تكوين الجملة البسيطة يكفي. فمثلا أنا ذاهب إلى المدرسة، نأخذ هذا المثال. I am going to school. I am I subject. I'm going verb in the present continuous. و to school it's an object. مهم، لا ندخل إلى هل هو direct object and indirect object، لا يهمنا. المهم فالجملة تتكون من subject, verb and object. تقوم بوضع subject الأول، والsubject في اللغة الإنجليزية معروفين، فهما I, you, she, he, it, you, we, they. أو مثلا نقوم بعوض أن نستخدم pronouns، يمكن أن نستخدم أسماء مثلا أحمد he، حليمة she and so on. subject، فنقوم بوضع subject ثم الverb. الverb على حسب الشيء الذي تريد أن تقوله، مثلا eat أكل، يلعب play، مثلا أي فعل، أي على حسب الوضعية أو على حسب الشيء الذي تريد أن تتكلم عليه. وال object هو كذلك يعتمد عليك. فال object مثلا نقول I eat. You eat what؟ أنت أكلت، أكلت ماذا؟ I eat an apple. I eat a banana مثلا. Or for example let's say I play. You play what? I play football. So الverb ملي كتضيف الverb الخاص بك، عندما تضيف الفعل الخاص بك، فالفعل يتحكم في الobject على حسب الشيء الذي تريد أن تقوله. المهم خلاصة الأمر هو أن اللغة الإنجليزية is an SVO language. Subject, verb and object. I hope you understand this video guys. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me on YouTube. لا تنسوا متابعتي على يوتيوب وعلى انستغرام، ولايك مشاركة الفيديو لدعم المحتوى. دمتم في أمان الله، نلقاكم في فيديو آخر. مع السلامة.